اليوم معي صاحب الانجازات والنواميس، صاحب النظره الخارقه الحارقه بمجلعه الدق الرق والحلا الاول وقفة بمنقيه ابو قبلان. هلا والله وسهلا. الله حيا. ارحب ارحب. وشام التخطيط والخطط؟ انا ما خططت ولا اخوك، احنا طالعين نكشه بالصياد انا والربع، تمام؟ وجدت بفضل الله، الحمد لله والشكر لله، اخذنا المركز الاول. وش ذا الثقه يا عمرو؟ يا ابن حلال انا راعي شناح، راعي الظهير، راعي الضمير، راعي الرب وهسلي. يا وش ذا يا عمرو؟ امزح معك امزح، انا راعي مخرشوف يا ولد. افو عليك. وش توعد جماهيرك؟ اواعدهم بشتات، اواعدهم بالمنقيات، اواعدهم بالفردي، هم يختارون ولا لا يا عيال؟ وين اللي تحدى؟ وين ثقة الثقة؟ انشر السناب ذا في كل مكان، شيروا شيروا. وافي يا قلن. عفو عليك. فالك نخبة النخبة يا عامر. مشكور يا عرين. والله وصلت راعي منقيات يا ولد عمي، عز يا ملال عز يا مهبول. عفو عليك. انت يا صالح من اليوم ورايح وكيلي. لا لا وقف 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 وقف. وش ذا؟ يعني شلون علي يعني عشان ولد عمك جاي تحط وكيل؟ ايه عشان ولد عمي، عندك شيء؟ لا تخاف يا تركي، انا ابغى احطك مسؤول العلاقات العامه، مسؤول عن الشعر والاحتفالات. بيض الله وجهك. لا يا شيخ، وانا تبي ادزها الاستراحه؟ عفو عليك، انت خوي يا ابوي، انت مسؤول عن السناب والمواكب، ابيك تشتري لي جي كلاس وشاص وجيب لكسس، اوكي؟ ابشر بها. اي يا ابويا، انا ايش مهمتي يا ابو خربوش؟ اقول الله يخلف، بس اسمها ام خرشوف، لا يسمعك عريج ويدور لك. انت مسؤول التغذيه والتعليف، وانت كفته راعي نظر زي ما قلنا لك. انت نصاب شغلتنا راعي نظر ولا شفنا منك ولا ريال. انا نصاب يا تبابي. اي لحظه، لا انتبه انتبه، تغلط على الشيخ عامر، انتبه. انت حرامي، المفروض تعطينا 1000 ريال لانه انا اللي اخترت المفروض. اقول ليتك جبت صامولي. دزها دزها الاستراحه كعابي، ما نحتاجك. يلا هين، الوعد قدامي عامر. اقول انقلع يا الدرثوم، انقلع. كوك 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 كذا، ما هو بالرجال راعي النظر اللي يشتغل عند عامر؟ ها؟ اي والله انه هو. صفت صفت. مسيت بالخير. مساء الجن والعفاريت. افا وش فيك انت؟ عامر النصاب ما اعطاني حقي وطردني. عامر طردك؟ امشي معنا ومالك اللي يدس بشاربك. انا جعان ابغى اروح بوفيه اكل كبده. تعال معنا ومالك الا تيس كامل. تيس امانة. هيا هيا. يا الف يا العافيه يا ابو الكفاتي. شرب الله بالخير. انت من يوم تركت الغليم هذا وعفشه اللي معه عز الله كتبه تلقى خير. ابشر والله بالخير. اقول لك في انا كلاوي اب قدامك الشحم واللحم، تقول لي كلاوي؟ اب دورها منا ولا منا؟ ولا تصدق يا اخوي طبيك الجوع انت، تبي تاكل انقز وكل معي يا اخوي. يا اخوي وجهني يستاهل. خلاص ارفق ارفق عليه ارفق عليه، هذا ابو الكفاتي هذا. اقول يا ابو الكفاتي اباك تشتغل معي وبعطيك ميزانيه مفتوحه، لكن ها ها ما باك تنقال الا الشيء الطيب. ابشر بها وانا ابن مكفيت. اقول لك ابغى كل يوم تيس كامل. يلا حلو حلو يا ويلي. يلا حق يا زكينك زكيناك. ابشر ابشر والله فخار.